الشعب العراقي الكريم، واهمون اولئك الذين يظنون ان ثورة تشرين قد تتخلى عن اهدافها وتخون دماء المئات من الشهداء وتهم المعاناة الاف الجرحى والمعاقين، وقدمت الناصرية خيرة شبابها من شهداء وجرحى لكي ننال بوطن حر له سيادة وتحت شعار الوعي القائد. ومن اساسيات هذه الثورة اولا حل البرلمان، ثانيا تغيير قانون الانتخابات، ثالثا تحديد موعد مبكر للانتخابات، رابعا محاسبة قتلة المتظاهرين، وخامسا تفعيل قانون الأحزاب. وبعد هذه الفترة من التظاهرات الطالب الحق التي نالت تأييد واستحسان كافة طبقات المجتمع لم يحققوا مناصبا إليه، لذلك نعلن من ساعة الحبوبي ولذلك نعلن من ساعة الحبوبي إلى السيد مصطفى الكاظمي، نمهل حكومتكم هذه الفترة لتحقيق هذه المطالب، وإلا سيكون لدينا تصعيد لا يحمد عقباه. كذلك نحذر المتعاملين والمتواصلين مع هذه الحكومة ويتصورون أن الساحات خاضعة وموافقة إلى كل لغط وفشل لهذه الحكومة، ستكون لنا ردة فعل قاسية تجاهكم، ونحن نعرفكم ونعرف كل تفاصيل تواصلكم مع الفاشلين. الرحمة والمغفرة لشهدنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية التي سنقرأها في هذه الحلقة إن شاء الله. نذكر مشاهدينا الكرام أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على قمر النايلسات. بإمكانكم من الآن الانتقال إلى هذا التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. طبعا اليوم مشاهدينا الكرام الموضوع سيكون عن كما استمعتم كلمة المتظاهرين من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، وكذلك موضوع الاعتداء على الخريجين وحملة الشهادات العليا في بغداد من قبل القوات الحكومية، وسنتطرق كذلك إلى موضوع التسويف الحكومي بقضية إجراء الانتخابات المبكرة بالإشراف الأممي التي هي واحدة من أساسيات مطالب ثوار تشرين. طبعا قبل أن نتطرق إلى المواضيع دعونا نشاهد هذا المقطع للاعتداء الحكومي على الطلبة المتظاهرين، على الطلبة الخريجين في العاصمة بغداد من قبل القوات الحكومية، فلنشاهد. صور 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 صوروا صوروا ناطق ارجع النقاب ناطق ولك بلايا لا تضربها بلايا ولك لا تضربها وين رجعتوا وين؟ وينكم تقدموا؟ وينكم البلاد اللي تقدموا رجعوا؟ وينكم البلاد اللي اعتدوا عليها؟ وينكم تقدموا؟ تعال سارة قوم سارة ازع اللقاب ازعه ازعه جيب البلد جيبها هيجي صور صور كلها صور كلها صور كلها صوروا 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 طبعا شفتوا المقطع اللي تابعناه قبل شوية
والطريقة اللي تم الاعتداء بها على الشباب الخريجين طلبة وطالبات، وهنا موضوع الطالبات حقيقة جدا مهمة، شابات بنات تخرجن وينتظرن وظيفة بهذا البلد، لكن تتعامل وياهم السلطة بقواتها الحكومية القمعية بهذه الطريقة. طبعا أي طالب عراقي، أي شخص بالعالم، أي شاب بعد ما يتخرج يطمح بالوظيفة اللي تعب على هذا التخصص الدراسي لسنوات طويلة وأهله تعبوا عليها وصرفوا عليها إلى أن يصل إلى هاي المرحلة، يتخرج حتى يقدر يمارس المهنة اللي درس لها سنوات طويلة وتعب عليها. بالعراق المفروض إحنا بلد خير وبلد غني، والمفروض فرص العمل توفر لكل الطلبة والطالبات بقطاعات الدولة المختلفة حتى يمارسون عملهم وحتى ينهضون بهاي الدولة باقتصادها بأمنها بوضعها بين دول العالم ودول المنطقة. لكن عندنا بالعراق الموضوع مختلف، اللي طالب بحقه، اللي طالب بفرصته بالتعيين، اللي طالب بحق مشروع يتعرض إلى هذا الاعتداء اللي نشوفه يوميا. طبعا هاي حالة من حالات تتكرر يوميا بالنسبة للخريجين، يهملون يتركون في الشوارع، هم يتظاهرون ويعتصمون لكن الحكومة مطنشة هذا التظاهر وهاي الاعتصام وهاي الأصوات. دول الشباب العراقي اللي المفروض هم عماد البلد وهم الأساس لبناء أي دولة، شباب البلد هم الأساس لبناء الدول وهم الأساس في قيامها، لكن بالعراق عندنا الموضوع يختلف. عندنا حكومة تقمع الحريات، تقمع حق التظاهر، تقمع الأصوات التي تطالب بالحق المشروع، وتقمع التظاهرات المطالبة بالوظائف وبالتعيينات. ثورة تشرين طلعت شاملة لكل المطالب، لأنه أساس الخراب بالبلد هي هاي الأحزاب اللي مسيطرة من 2003 واللي منعت شباب العراق من الحصول على وظائف. وكم من شاب عراقي خريج أكثر من البكالوريوس وصلوا إلى مرحلة الماجستير والدكتوراه ونشوفهم بالشوارع عاطلين عن العمل بلا وظائف، أو يشتغل مهن بسيطة، مع الاحترام لكل المهن طبعا، لكن في وظيفة بسيطة حتى بس يعيل عائلته أو يشيل نفسه ويقدر يعيش بهذا البلد. هاي الحال بالنسبة لشباب العراق، بالنسبة لكل من يطالب بحق مشروع نشوفهم يعتدى عليهم بهذه الطريقة، في حين قد يكون منهم حملة كفاءات، شهادات علمية وخبرات قد تكون مطلوبة جدا في بلدان أخرى، قد تكون بعض البلدان تنتظر هاي الأقسام الأكاديمية أنه يتخرج الشباب بها حتى تحتضنهم وتنمي قدراتهم حتى يساهمون في نهوض البلد بشتى المجالات. طبعا بالعراق عندنا الوضع يختلف تماما، وبهذه الطريقة الهمجية يتم التعامل مع شباب العراق. ويانا السيد محمد من أبو غريب، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يسلمك، حياك الله. والله نفسي على مود الأوضاع الأمنية والأوضاع العسكرية والمدنية. نعم محمد، أريد منك تنصي صوت التلفزيون رجاء. يعني سيطر على العراق، الميليشيات مسيطرة على العراق وعلى وادي العراق، حكومة واطية رجعنا من الكلام. نعم. الطلبة الناس ما متعينين، العالم راح تموت من الجوع. نعم يا أخي والله العظيم هاي مشاكل قوية. نعم. معنى الله على الحكومة من عبد المهدي إلى كل الحكومات المتتالية. نعم يا أخي والله العظيم بزعنا وملينا طاعة الله عليه. نعم. مدراء عامين يبوقون، طلاب الجوبة يبوق، نواب بالبرلمان عندنا 5 أو 6. نعم. نجارية حرامين الشالة في قضاء أبو غريب. يا أخي والله العظيم الشالة ويعني حرامية، كل واحد كان 1000 دينار ما عنده سنة، مدراء عامين مخصصات ونقلية للشالة. محمد هسه لما نشوف المقطع اللي عرضناه قبل شوية، اللي كانوا يعتدون على الطلبة الخريجين هي القوات الحكومية، المفروض أليس المفروض أليس المفروض نعم 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 هم، ولكن بالعرف الموجود حاليا بالعراق ذولا اسمهم قوات حكومية، أليس من المفترض بهاي الصنوف الحكومية أنه هي اللي تدافع عن الناس، اللي تحميهم، اللي تحمي حقوقهم المشروعة لما يطلعون يتظاهرون؟ ليش هي اللي دائما
نلقاها تعتدي عليهم حتى قبل الميليشيات. يا اخي هذول الناس تابعين لاحزاب تبع المتظاهرين. نعم. الناس تطالع على حقوقها. يا اخي رحمه الله على قدام حسين. ان شاء الله يرجع. طيب. انا اشكرك يا محمد من ابو غريب، شكرا جزيلا للمشاركه. القوات الحكوميه طبعا يعترض السيد محمد على تسميتهم بهذا او توصيفهم بهذا التوصيف لانه يشوف انه هم مجموعه من الميليشيات. لما نجي حقيقه نشوف تصرفات او سياسات القوات الحكوميه اللي تنتهجها او الممارسات اللي تقوم بها نراها لا تختلف فعلا كثيرا عن الميليشيات، عن فرق الموت والاغتيالات وفرق الخطف اللي تعمل ليل نهار في العراق بشكل عام وأمام أجهزة الدولة وأمام أنظر عيون أجهزة الدولة. نرى هاي القوات الحكومية اللي اسمها قوات حكومية بجيش وشرطة وكافة الأقسام الأمنية، نشوفهم هم اللي يعتدون على الناس، على المتظاهرين، على الخريجين، على المتظاهرين في ثورة تشرين وقبلها من المظاهرات الأخرى، نشوفهم هم اللي يقومون بعمليات مداهمات واعتقال وابتزاز في السيطرات الأمنية وتعذيب للمعتقلين في السجون والسماح للميليشيات بالسيطرة على المنافذ الحدودية وإدخال المخدرات والسلاح وغيرها. نشوف هاي القوات الحكومية هي اللي تعتدي على الناس لما تطلع تتظاهر ولما تطلع تطالب بحقها، وهي اللي تحمي أحزاب السلطة وهي اللي تحمي هذه الحكومات المتعاقبة وتحافظ على وجودها وتحافظ على سرقاتها وتحافظ على الانتهاكات اللي تقوم بها. إذا شنو دور هاي الأجهزة الأمنية في حماية الأرض والوطن وحماية المواطن؟ شنو دورها بحماية العراق؟ يعني هل يقتصر عمل القوات الحكومية في العراق بمختلف صنوفها جيش وشرطة على الاعتداء والانتهاكات اللي تقوم بها وعلى السماح للميليشيات ولإيران وللقوات الأجنبية بمختلف تسمياتها بالوجود أو التواجد في العراق؟ طيب شنو دورها؟ لا تخلي خلاص تنزع اللبس العسكري وخلاص تكون ويا الميليشيات وينتهي الموضوع، لأنه لا فرق يبدو بينها وبين أي ميليشيا موجودة في العراق عاملة الآن. طبعا والكلام ليس بالتعميم، هناك من هو ينتمي إلى القوات الحكومية يحمل حقيقة رغبة في ممارسة مهنته بشكل صحيح، لكن يمنع يبدو ويضغط عليه من قبل من هو أعلى منه السلطة. طبعا ذكرنا مشاهدينا الكرام أن هناك محاولات لتسويف مطالب المتظاهرين ثوار تشرين بقضية إجراء الانتخابات المبكرة. أحزاب السلطة يبدو أن هي رافضة لإجراء الانتخابات المبكرة خوفا من فقدان هاي السلطة وانسحابها تدريجيا من تحت أيديهم وذهابها ربما إلى شخوص وطنية تسير بالبلاد نحو الأفضل. طبعا النواب في البرلمان أكدوا أن الكتل السياسية لا ترغب، بعض النواب أكدوا أن الكتل السياسية لا ترغب بإجراء انتخابات مبكرة، وهذا طبعا يفسر عدم إرسال الملحق الثاني من قانون الانتخابات وبالتالي عرقلتها واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد لغرض تكريس وجودها والحفاظ على مكاسبها. القيادي بائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال إن جميع القوى السياسية متفقة على عدم إجراء الانتخابات المبكرة، وأضاف المطالبي أن جميع القوى السياسية اتفقت بشكل غير معلن على عدم إجراء الانتخابات النيابية المبكرة رغم الادعاء بوجود مفاوضات ومساعي لإجرائها، وأشار إلى أن إمكانية إجراء الانتخابات منعدمة في حال إصرار الكتل السياسية على عدم إقرار قانون الانتخابات الذي يحتوي على خلل كبير يصعب إصلاحه من خلال التصريحات الإعلامية بحسب قوله. هناك تحذيرات دائما موجودة من المحللين السياسيين من المراقبين للوضع في العراق، يا جماعة يا عراقيين ترى هاي الأحزاب ما بنيتها تسلم السلطة بأي شكل من الأشكال. مصطفى الكاظمي هو امتداد لحكومات فاسدة، مصطفى الكاظمي هو امتداد لحكومات متعاقبة جاءت بعد الاحتلال. يعني معقولة حكومة مؤقتة نشوف بها صراع على المناصب بهاي الطريقة؟ إذا هي مجرد حكومة انتقالية وظيفتها بضعة أشهر وتسلم الحكم لانتخابات وبعد ذلك تأتي حكومة أخرى، ليش نشوف هذا الصراع؟ إذن فعلا هذا الكلام يتحقق بأن هاي الحكومات ترفض تسليم السلطة. معنا السيدة زهراء من بغداد، تفضل يا زهراء. زهراء
زهراء من بغداد فقدنا الاتصال. طيب نقرأ بعض الرسائل مشاهدينا الكرام. في رسالة لدينا مروة من الموصل تقول: السلام عليكم. تقول يا حكومة كافي كذب، من يصير انتخابات تطلعون راسكم وتقولون للشعب شنو محتاجين على مود الانتخابات، من تخلص الانتخابات تتغيبون. كافي كذب، الشعب درسكم درس وعرفوا كذبكم. تقول ايضا السجناء والشعب مظلومين، اذا الشعب ما يقدرون عليكم يا حكومتنا ان شاء الله مرض كورونا تشيلكم وتشيل اولادكم. طيب معنا السيد ابو علي من واسطة، تفضل يا ابو علي. استاذ محمد، تحيه لحضرتك وتحيه للجمهور الرافدين. الله يسلمك، حياك الله. بصراحه يعني كما هذا مو جديد ولا اول مره يسمونه، لكن هم يخشون كل ما تتجدد التظاهرات وكل ما يجي يعني يجيها روح جديده. لازم يطلعونها، اللي عندهم التخويف، لان دائما هو الضعيف اللي ما يقدر يحاول وما يقدر يبرر، ما له غير الضرب والقتل والتخويف، مثل ما سووا بالبدايه، دزوا القناصه وما خاد. بعدين مكافحه الشعب وهمينا ما خاد. بعدين الطلاب حاربوهم، راح نحرمكم الامتحانات وما نخليكم ورسوب وماكو وامتحانات وبوقتها، وبعدين يعني قدر الله يجي الكورونا غصبا عليهم ياجون للطلاب كلهم يسوون سواسية. فلذلك هذا يعني مو جديد، احنا متوقعين بعد أسوأ، متوقعين انه يخلون الميليشيات مالتهم على اساس انها ميليشيات وقحه، وعلى اساس انها ميليشيات يعني خارجه عن القانون وخارج الحشد وما نقدر نسيطر عليها، يعني اللي كظوهم بعدين طلعوهم ما ادري ايش يسوون، فيدفعونهم على المتظاهرين. لكن هم نسوا شيء مهم، نسوا انه هذول ما حدزهم. وراهم ماكو اشخاص قاعدين طلعوا، ناس من البيت وطلعت، ناس بسبب الضغوط الموجوده، الفساد، يعني حشاك انت واحد ما يسوى وما عنده اساسا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ويصير عضو كبير بالدوله، بينما الطالب والمجتهد وعنده ماجستير والدكتوراه وتعب على نفسه يقعد على رصيف مال البيت. احنا نسال يا ابو علي، انت هل تتفق ويا كلام السيد محمد من ابو غريب اللي يقول ذول اللي نشوفهم بالمقاطع اللي لابسين لبس عسكري واللي هم محسوبين على المؤسسات الحكومية الأمنية، ذول يمكن يصير توصيفهم أن هم قوات حكومية لو ذول مجموعة من الميليشيات اللي لابسة الزي الحكومي؟ يقول شنو فرقهم عن الميليشيات؟ دي يتخذون نفس الأساليب بالقمع وبتكميم الأفواه، شنو اختلافهم؟ أستاذ محمد، أنا انتعس من أي واحد يكض مايكروفون الرافدين ويسوي مقامات على الناس غير محسوب على الرافدين، عنده كاميرا الرافدين وعندنا مايكروفون الرافدين، فذاك اللي يلبسون لبس حكومي يطلعون يقول لي انا ميليشيات، لا مو ميليشيات، لا انتم وينهم عنهم؟ الدوله وينهم عنهم؟ غير مثلا من يطلعون لهذه المنطقه ويضربون الناس، غير يجون الشرطه وراهم يقولون يا تعالوا يا انصاركم انتم موظفات، لو بس يقعد على التلفزيون يباوع ويصرح. اليوم حتى اللي اغتالوه يعني المتحدث او خبير هو الهاشمي، ليش؟ لان قال للاعور عينك عوره. ليش؟ لان قال حزب الله يعني هم اللي يذبحون، هم اللي يضربون، هم خارج نطاق الدوله، هم سلطتهم اقوى من الدوله. لذلك يا محمد انا اتفق مع انهم حكومه، يلبس لبس الحكومه حكومه اليوم. بعد منين جابوا هذا اللبس؟ خيطوه بالبيت وجابوه. يعني اشو هاي الحكومه او اللي يلبس زي الحكومي يعتدي على الناس، يسرق حتى المساعدات الطبية اللي دزتها تركيا للعراق. شفنا المقطع اللي عرضناه حتى في قناتنا، شلون والصدفة اللي قطتهم، سبحان الله، يعني الصدفة جابت اللقطة وقوات حكومية تقوم بعملية سرق المساعدات الطبية وإدخالها إلى السيارات. يعني إذا حاميها حراميها، إحنا إيش ننتظر من هاي الدولة وإيش ننتظر من هاي الحكومة أو من قواتها الحكومية حتى؟ إذا حاميها حراميها، إذا الجيش هو اللي يعتدي، هو اللي يسرق، خلص يعني ايش بقى بالعراق؟ والله استاذ عمر يعني احنا نقول ننتظر بس امر رب العالمين، لكن اكو شرفاء يعني احنا ما نقول كلهم، اكو شرفاء بالجيش.
نعم اكو شرفاء بشر لكن مغلوب على امرهم. نعم نعم. لكن الخيرين مثل حضرتك ومثل المتظاهرين الموجودين حاليا ومثل اللي الصدفه جابتهم وصوره واللي يعني نقول البخت العراقي اللي نشوه جابهم وصور بوقهم نفسك ناس موجوده جوا. احنا همنا ما نريد نعمم لكن الاغلبيه قاتلين. نعم الاغلبيه حراميه. نعم الاغلبيه ميليشيات همنا. نعم لكن للاسف الحظ بالوقت اللي جابهم خلاهم هم يعني مراكز عليا. نعم بهذا البلد مع كل الاسف. لكن نقول احنا امنا رب العالمين كلش كبير، امنا بالمتظاهرين وطلابنا. نعم. همين لان كل ثوره وكل انتفاضه اذا مو يعني يشجعها الطلاب ما تنجح. نعم. لان هم مستقبل العراق ومستقبل العراق كذلك انه اكو منابر حره تنقل الصوت العراقي، تقول للاعور اعور وتقول للي يتمرد تقول له لا اوضح الحد. نعم. لكن انا رب العالمين اكبر من كل شيء. وانا شكرا. شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط، كلامك صحيح، الشباب هم الاساس وشهدنا بثوره تشرين انه شلون الغالبيه من المتظاهرين هي من فئه الشباب، فئه عمريه حقيقه صغيره وكانت مفاجاه بالنسبه حتى للسلطه، لانه يعني طلع البعض حقيقه اتهم شباب عمرهم 18 سنه و17 سنه ان هم بعثيه مثلا على سبيل المثال، وهو اصلا انولد وكان الاحتلال بادي وما يفتهم شنو بعثيه ولا يعرف شنو شيء عن حزب البعث او كذا. اتهمون بهاي الاتهامات لان هي نفس الاسطوانه المشروخه اللي تستخدمها احزاب السلطه ولزقتها بهاي الشباب اللي هي اعمارهم 18 و19 واعتدوا عليهم واسقطوا هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى. ابو علي من بغداد تفضل يا ابو علي. ابو علي السيد ابو علي من بغداد موجود؟ مو موجود، فقدنا الاتصال. السيد ابو فيصل من السعوديه تفضل يا ابو فيصل. دام فضلك. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمد؟ الله يسلمك حياك الله. الله يحفظك. تحيه لك وتحيه القناه وكادرها والمشاهديها. الله يسلمك. التسليم. الله يحفظك. والله استاذ محمد العراق ما ادري شلون نبدا، العراق هو استاذ محمد لا اذا لم يتغير هذا النظام لن يتغير معنا الشعب العراقي. نعم. هذا النظام هو سبب المشكلة. العراق دولة غنية لكن المشكلة هو النظام، النظام كله يجيبون حرامية ولن يغير. حتى لو قلنا يا محمد يجيبون رئيس ثاني مثل نفس مصطفى، نفس أبو زوية، نفسه يعني ما يأتون إذا بفاس هذا البرلمان هو أساسه فاس. فلابد من وهذه لن تحقق إلا بثورة الشعب. إذا ما ظهر الشعب هذه الوجوه الكالحة لن تفارق العراق. نعم. لانهم كانوا يسدون بالشوارع وعلى الحين مليارات. بعدين بلد زي العراق مع الاسف يعني لم يشهد التاريخ مثل هذا. نعم. من يسرق اكثر يكون حصانته اكثر، ومن يقتل بالعراق يكون حصانته اكثر. يعني اهل المليارات ما حد يسعى لعنهم بالعراق موجودين. ما نعم. يقدر هذا البائس يفتح الملفات لانه يعرف انه يخافوا لان البلد عصابات، دوله عصابات. نعم. لن يتغير شيء الا بتغيير كامل. وتحيه لك. شكرا جزيلا يا سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيده ساره من بغداد تفضل يا ساره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوكي بتنزه ميوان الحكومه اولا يعني حكومه فاشله. نعم يعني انا ما اعترف ان اكو حكومه اصلا عندنا. زين. نعم يعني اللي يريد يطلق يطلق على راحته، اللي يريد يتزوج يتزوج على راحته. يعني احنا يا راحتنا هذول الامارات. الامارات بدون شوفوا شلون صارت، مصر شوفوا شلون صارت. نعم. يعني احنا ليش ما يبغون علينا؟ ليش ما يبغون على شبابنا؟ ما يبغون على جيراننا؟ يعني كل واحد منهم بعائلته وصلهم بالخارج. نعم. واحنا حتى الكهرباء حارمينا من عندي، حارمينا الاطفال من عندي. نعم. يعني شو واحد شو يحكي عليهم؟ شو يحكي؟ يعني هم ما عندهم ظنية؟ شلون تشوفين هسه هاي المقاطع يعني اللي قدامك يا ساره اللي دا نشوف بها الشباب يعني متخرجين يطالبون يعني بحقهم ويعتدون يعني عليهم بهاي الطريقه؟ يعني حرام كثير يعني ما عندهم. نعم. اي طبعا يعني ما اقدر اطلع عليهم يعني هذول شبابنا المفروض يعني اشغالي لهم بي اللي ما عنده يطوف اللي يريد يتزوج يساعدوه. نعم. ها يعني هذا الشيء المفروض يخلون احنا الشعب بجانبهم حتى نريد حكومتنا زينه احنا. نعم. نفتخر فيها نقول سوالنا في الشيء. هم كل ما سوالنا
ابسط اشياء من ابسط حقوقنا هو ماخذينها شايفيها من عندنا. نعم صح لو لا؟ يعني احنا نعم. يعني وين وين نتجه وين نتجه؟ يعني احنا ازين دوله بالعالم. نعم ها؟ يعني هسه عندنا المشردين الاطفال اللي ما عنده وين يروح وين يروح؟ صحيح صحيح. نعم يا ساره. فاحنا نسلم امرنا لله، هو الله احسن. ونعم بالله. رب العالمين يدعونا انه نسعى حتى ان شاء الله يعيننا في مسعانا. ثوره تشرين هي السعي، هي السعي للخلاص من الفاسدين. نعم. صوتي واتمنى يعني صوتي يوصل كل العالم. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هو الفاسد يعني نهايته قريبه. ان شاء الله. شكرا يا ساره من بغداد، صوتك يوصل ان شاء الله. و يعني قالت كلام مهم جدا حقيقه، انه هاي الحكومات عادت الشعب، كرهت الناس بيها، خلت الشعب العراقي اللي كان يعتقد للحظه من اللحظات جزء من المجتمع العراقي كان يعتقد انه هاي الحكومات اجت فعلا لتطبيق القانون، لبناء بلد ديمقراطي، لبناء بلد الحريات، لبناء بلد يفتخر به العراقيون اولا وتفتخر به الدول العربيه والمحيط الاقليمي والدولي. لكن اللي صار انه احنا صرنا مشردين، صرنا نازحين، صرنا مهانين للاسف الشديد في الداخل والخارج، وصار اسم العراقي وكانه شبهه لكل صاحب هذه الصفه او صاحب هذه الجنسيه او هذا الجواز. بهذه الطريقه خلوا العراقيين ويقولون لا دولة مثلكم، أو نور المالك يطلع يقول إحنا تجربتنا الديمقراطية يحتذى بها في العالم أو يحتذى بها في المحيط. طيب وين التجربة الديمقراطية؟ بإبادة الشعب اللي يطلع دي الظاهر دي طالب بحق، بالقمع اللي نشوفه هسه للخريجين والطلبة، بالكهرباء المقطوعة، بالمستشفيات المتهالكة، بالنظام الصحي المنهار، بالمعتقلات الممتلئة، بشنو؟ بالميليشيات، بالفاسدين. وين إحنا صرنا مثال يحتذى به؟ احنا فعلا صرنا مثال، صرنا اضحوكة للشعوب العربية، صرنا اضحوكة للعالم انه هذا البلد ديقاد من هاي المجموعة مع الاسف. طيب نذهب الان مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. ثوروا ثوروا ناطق ارجع النقاب ناطق ولا بلايا لا تضربها بلايا ولا لا تضربها لك تشتغل وين رجعتوا وين؟ وينكم تقدموا؟ وينكم البلاد اللي تقدموا رجعوا؟ ولكم البلاد اعتدوا عليها، ولكم تقدموا تعال سارة، قوم سارة هزع اللقاب هزعه هزعه جيب البلاد جيبها هيجي صور صور كلها صور كلها صور كلها صور 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 حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية، ويانا السيد أبو عباس من بغداد، تفضل يا أبو عباس. أبو عباس موجود؟ طيب غير جاهز. السيد أبو جاسم من هولندا، تفضل يا أبو جاسم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي العزيز؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. الله يحفظك. حسب هالمظاهرات اليوم اللي طلعت الشباب والبنات اليوم ضربوا بالهروات مالت الشرطة. نعم. إذا عرف الكاظمي من عجل البرلمان وقاعد بيع وسوى حكومته. المظاهرات شنو مطالبها كمظاهرات الشباب اللي موجودة؟ نعم. رادوا تعيين، رادوا مؤسسات دولة. يعني تخرج أنت على الطلاب وتضربهم بالهروات، تسوي شغلات اقتصادية مع لبنان. شنو العراق عايز تبولة؟ ما عنده تبولة؟ تروح للبنان تسوي هاي المشاريع؟ لك اعتني ببلدك يا ما اريد اسب الاذاعة، كثير من الناس تشوفها. لكن انت لان ما عندك غيرة يا الكاظمي، ما عندك غيرة على بنات بلدك. اليوم الشرطة يضرب بنت بلدك وانت تشوف. الله ينتقم منك بحق الحبيب محمد. هاي اللي اقولها لك. بنات يردن تعيين لك يا حشاك يا الكلب، ايضا طلعها من قلبي يا الكلب. طيب انا اتحفظ على هذا الكلام ابو جاسم، انا ارجو منك انه تهدأ بلا تجاوزات رجاء. يعني اتفضل باللي عندك، ولكن نتحفظ على هذا الكلام. اكو ناس دا تسمعنا وعوائل غير تشاهد. يا اخي غير تتحرقني. نعم الله يسعد العراق، والله ينتقم منك الظالم بحق الحبيب محمد. الله ينتقم منكم بجاه اهل البيت، بجاه كل واحد. عند جاهد رب العالمين، الله ينتقم منكم. انا اشكرك يا سيد ابو جاسم من هولندا، شكرا جزيلا لك للمشاركه. ويانا السيد ابو عبد الله من بغداد، تفضل. ابو علي عفوا، ابو علي. ابو علي الله يسعدك. الله يسلمك، حياك الله. البارحه قطعت الاتصال وياك، قطعت زليت. والله مواهني البارحه، تفضل. الو. تفضل يا ابو علي. اسمعك يا ابو علي. اي بالنسبه تقول هذا يجي يقول لك الميليشيات. تقول لي شو نسوي لكم الميليشيات استاذ حوار؟ محمد وياك اولا، ايش بيها الميليشيات؟ استاذ محمد تقول الميليشيات والميليشيات، ما تقول لي شو نسوي الميليشيات وياك وكيف حرك العراق وما. طيب. او دماء العراقيين. تمام. الميليشيات تقول لي شنو يجيك واحد يسب ويحكي هذا بالسعوديه. السعوديه قال له روح السعوديه تكلفت لك اليمن، انت دمرت اليمن، تشيل على العراق، تجابك على العراق، ماشي. العراق لهله. اوكي هذا بالسعوديه. ماشي يا ابو علي، ماشي هسه احنا عفنا من السعوديه، السعوديه مو موضوعنا اليوم. الميليشيات انت دا تقول الميليشيات دافعت عن العراقيين، شلون دافعت عن العراقيين واحنا عندنا هسه اكثر من 2 مليون مهجر موجودين مشردين؟ ميليشيا حزب الله اللي موجوده بجرف الصخر مانع الناس من العوده الى مناطقهم، صار لهم اكثر من 6 سنوات. هذا الكلام باعتراف الحكومة يا أخي، يعني شلون مثلا؟ ولا اللي دي يصير هسه من انتهاكات واعتداءات على المتظاهرين في العراق، ولا اللي دي يصير بالبصرة وغيرها، يعني هاي الميليشيات كلها ما توقفوا بعينك انه هي دا ترتكب انتهاكات؟ انه العراقيين نفسهم دا يقولون يابا انقذونا من الميليشيات، الميليشيات ارهاب يقتلنا، هذا الناس دا يتفاعلون على هذا الوسم. هذا كل الكلام ما بعينك يوقف. الحكومة نفسها تعترف أن أكو ميليشيات وفرق موت واغتيالات. كل هذا المواقف عندك، يعني إيش سوت الميليشيات؟ إيش قدمت للعراقيين؟ غير عن العراق يعني حرقوا البنايات وحرقوا الإطارات والناس. ذول هم عندهم غير عن العراق أنت برأيك؟ قصدك المتظاهرين؟ المتظاهرين ذول الجوكرية اللي حرقوا العالم والناس، أذف الناس وأذفوا العالم وأذفوا المدارس وقطعوا المدارس وأذفوا البشرية كلها. العراق إحنا أنا في البلد وأنا عايش بالعراق، أنا مو خارج العراق وأنا أعرف ذول فين اتجاهاتهم. طيب شوف يا أبو علي، إذا نحكي على المدارس فعيب نحكي على المدارس وأنت عندك أكثر من 10,000 مدرسة طينية بالعراق، يعني عيب والله العظيم عيب إنه تسولف هذا الكلام. لا هي مو قضية المدارس. بس اسمح لي يا أبو علي أنت دا تقول قطعوا المدارس، وين التعليم بالعراق؟ العراق إذا نحكي على التعليم كجزء من الأجزاء اللي حضرتك ذكرتها، العراق في مؤتمر دافوس لتصنيف جودة التعليم في العالم خارج التصنيف يا أخي، غير معترف به وبتعليمه. تعال نشوف الصحة بالعراق، نشوف القطاع الصحي، هذا القطاع المنهار اللي اليوم العراق دا يجدي مساعدات ودا يجدي أنابيب أكسجين، وشوف الناس إيش قد تموت بكورونا. على شنو نحكي؟ عن الكهرباء، وين الكهرباء؟ 50 مليار دولار صرفتها الحكومة على قطاع الكهرباء وماكو كهرباء بالعراق. الحدود المفتوحة اللي دا تطب لنا مخدرات من إيران بسبب هاي الميليشيات
اللي مسيطرة على الحدود والسلاح اللي دا يطب من إيران؟ على أي ميليشيات دا تتكلم؟ الميليشيات اللي لزمتهم قوات مصطفى الكاظمي هي ميليشيا حزب الله، واقفين من منصات إطلاق صواريخ دا يستهدفون الأبرياء، وبعدين طلعوا براءة بسبب هاي اسمها محكمة الحشد. ايش قدمت الميليشيات؟ منظمة هيومن رايتس ووتش صنفت ميليشيا الحشد أنه هي وصلت بإجرامها إلى نفس المستوى مع داعش. العفو الدولية قالت يا حكومة أيدر العبادي سووا تحقيق، لأنه هاي ميليشيات الحشد اللي هي تقريبا جواها كل الميليشيات ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. عن أي ميليشيات تتكلم يا أبو علي؟ شلون الميليشيا أصلا الميليشيا ممنوعة وفق القانون عندك بالعراق؟ المادة التاسعة بالدستور الفقرة باء تقول تحظر تشكيل الميليشيات أو التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة. يعني أنت عندك ناس دي يحملون سلاح، شنو حموا أعراضكم؟ شنو دافعوا عن العراق؟ هم أصلا مجاميع ممنوعة قانونيا، ممنوعة أن تكون موجودة وتحمل سلاحها. هو لا يحمى العراق، هو لا يحمى العراق. شلون؟ هم مو حمى العراق، دولهم من الشوارع، هو لا يحمى العراق عداهم. يستهجون بالإيجاب يا ميليشيات. هم مو حمى العراق ولا مو حمى العراق. لا ما حموا العراق يا أبو علي، لا 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 ما حموا العراق، لما يسمحون للإيرانيين يكونون موجودين ما حموا العراق، لما تكون القواعد الأمريكية منتشرة ما حموا العراق، لما يكون التحالف الدولي موجود يصول ويجول في العراق هم ما حموا العراق، ولن يحموا العراق. ذول الناس جوي عندهم أجندات، لما يطلع قيادات بالميليشيات تقول لا إذا صارت حرب بيننا وبين إيران إحنا نوقف ويا إيران، لو الثاني اللي يقول عندنا استعداد نحرق العراق حرق إذا مست المصالح الإيرانية، ولا أبو قبعات الزرق اللي يقول سويت لهم للناس جرة إذن، ولا قيس الخزعلي اللي يتهم المحافظات المنكوبة أن هم ذولا هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد وهاي الشعارات الطائفية، ولا 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 مسلسل طويل جدا. أنا أشكرك يا أبو علي، راجع نفسك شوف تاريخ هالميليشيات البطة وغير البطة ورا السدة والجثث، واللي يقولون على الناس دولة جوكرية وعلى المتظاهرين، إيش حصلوا دولة المتظاهرين من هاي الحكومة؟ وإيش حصلوا من غير الحكومة؟ العالم كله الحكومات مع العالم واقفة ويا هاي السلطة داعمة هاي الحكومة وتدعمهم بالرأي العام الدولي وتدعمهم بالسياسة وتدعمهم بالاقتصاد، وما معترفوا بالناس اللي موجودة بالشوارع اللي تقتل يومية. شلون صاروا جوكرية؟ جوكرية يحصلون على تبرعات يلمولهم العراقيين اللي رب العالمين شوية ممكنهم يلمولهم طعام وشراب وبطانيات وخيام وكذا، ذولا ولد السفارات اللي تتهموهم وتقولون عليهم جوكرية لأنه يعني طلع دا يطالب بحقه، طلع دا يطالب بوطن. يعني هذا الشاب اللي تخرج اللي قضى عمره كله يدرس حتى يطلع يتخرج يحصل على وظيفة، شنو اللي حصله؟ شنو اللي موجود بهذا البلد انه هو هذا الشاب حصله عوادين تواثي ويضربوهم لانه طالع دا يطالبوا بحقه؟ وين هاي الميليشيات حتى تحمي ذول الشباب؟ وين حتى تحمي هذا الوطن من المخدرات؟ وين حتى تفرج عن الابرياء المعتقلين؟ وين؟ طيب من معنا الان؟ السيده ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك قناتنا الشريفة ولمنعم الشريف. الله يسلمك. أستاذ، هذول الجماعة هم هاي الأبواق اللي حكومة وأبواق المحجد، يعني كثير من عندهم هم اللي بيسوون هاي البلبلة في العراق والازدواجيز اللي قسم من الناس، يعني ما عندهم وعي ولا عندهم ثقافة بحب الوطن وكرامة الوطن وسيادة الوطن، أو إنه الوطن يعيش حياة كريمة يتمتع بخيرات البلد ويقدم له خدمات، هذا كل شيء واحد. أستاذ أنا أحرص إنه الوطن من يكون عندنا وطن إحنا البيت هو اللي يحافظ على سيادة الوطن وكرامة الوطن. إحنا هذا كله ما شفناه. العراق مذيوع، أصلا العراق مذيوع أستاذ. إحنا إيش نشوف الأسراد يطلعون على الإنترنت أو مقابلات تصير يقول لك إنه لو كان شدام موجود ما كان طيارة تصل الأجواء العراقية، زين؟ وهسه القوات اللي على الشرطة الأجنبية داخلة
في شمال العراق 40 كيلو متر. من انتم من كان صدام كان واقف لكم يا اكراد عندما طلب الفلسطيني المساعده. ام عبد الله انت ليش دائما يا سيده ام عبد الله يعني تتوسعين بالحديث؟ ارجوك خلينا بالموضوع. يعني احنا دنقول دائما النظام اللي راح نظام انتهى وطلعوا عليه القوانين مال الاجتثاث وخلص صار من الماضي. ذول ايش قدموا للشباب؟ ذول ايش قدموا للعراق؟ يعني تقول عندنا السيده ساره من بغداد تقول ذول كرهوا الناس بيهم، لو مقدمين شيء للعراقيين ما كانوا الناس كرهوهم وطلعوا عليهم يوميا يتظاهرون. استاذ يعني هو الوضع ترى ميؤوس عنده في العراق، الوضع كلش يعني ضعف في العراق، الشعب العراقي ترى جنان واكثريتهم ما عندهم رواتب ولا عندهم قوت اليوم الواحد. زين هم ما يشوفون هذول الحسد او هذول الناس اللي يسد يحسون ويطلعون يقومون بعمليات معارضه ارائك، يعني ما يشوفون حتى السفارات، حتى السفارات العراقيه في دول العالم. استاذ يعني منظر جيد للحكومه العراقيه مالتها. نعم. ليش؟ لان السفارات الاجنبيه خاصه كندا اخذها صغير الفزاعي وخلاها كلها قرايبه واهله وجماعته. عندنا مصطفى سلمان البهادلي في لبنان، اعتقد في لبنان، انه قدم هديه الى راغب على 50,000 دولار ومقدار شنوره، هاي مين استاذ؟ هاي كلها من قوت الشعب هذا. نعم. كله لانه هم منتهين حتى يستخدمون السيارات الدبلوماسيه لمصالحهم الخاصه. طيب انا اكتفي وياك بهذا القدر سيده ام عبد الله واشكرك للمشاركه. اسف لانه عندنا متصلين ينتظرون والوقت قرب انه ينتهي. احمد من تكريت تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز يعني موضوع الحكومه انتم تشكون حكومه ورئيس الوزراء. نعم. هذول جريمه حتى تسميهم حكومه هاي وحده. نعم. الاثنين العراق يحكمون ميليشيات تابعة لايران. نعم. يعني علي شنجار احنا بالموضوع استاذ العزيز حمام بيه. نعم. والله رئيس الوزراء وعبد المهدي وداها الكاظم وجابهم عباره عن بس اسماء يعني يدوان شطرنج بيد ايران، كيف يحرك؟ انت تعالي انا وانت روحي. استاذ العزيز موضوع يعني قمع المتظاهرين يعني بشرفك هي حكومه ملاجئهم عن النسوان والله عيب عليهم ويخسرون بالشوارع. نعم. يعني اللي يطلع يطالب بحقه يقتالون، اللي يطلع يحكي الصحيح يقتالون، يعني هذا اليوم هذا الشهيد هذا هشام الهاشمي الله يرحمه. يعني هي هاي مراجلهم عمي وينك دوله؟ لا قانون لا دوله يرحم مالديك. يعني والله رئيس الوزراء برهم صالح ينهز من الميليشيات ويطب مدوان يغير مكانه يا نعم. استاذ العزيز هذول لا رئيس ولا مدري شنو، البلد العراق من 2003 تحكم ميليشيات لحد هاي الساعه، لا رئيس وزراء لا دوله رئيس الوزراء، هذول مجرد بس اسماء، يعني شلون تقول اسماء وهميه؟ طيب أنا أشكرك يا سيد أحمد من تكريت، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو عبد الله من فرنسا تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد هاي المظاهرات الريد يعملوها هذول يعملوها هاي الحكومة تعامل هاي المتظاهرين مثل ما كان صدام يعامل المتظاهرين، الريد بالمثل، لأن أنتم تقولون صدام شهيد وبطل. فطالما هذا الشهيد وبطل هذول الحكام هذول هم ابطال مثل صدام، فريد يعاملوهم نفس شلون صدام كان يعامل المتظاهرين، شلون كان يقتلهم، شلون كان يفلش بيوتهم، شلون كان يظلمهم، شلون كان يقول عليهم، كان يقول ذول عليهم هنود وصاروا من الهندين للهندول. اولا ما حد من قناه الرافدين اذا تتكلم بهاي اللغه يعني احنا ما نعظم اي شخصيه حكمة العراق وما مجدنا بأحد ولا اعتبرنا أي أحد شهيد، هذا الكلام ما لنا علاقة به. موضوع حضرتك دا تقول أنه تريد الحكومة هاي تتعامل بالقمع ويا المتظاهرين، هذا رأيك أبو عبد الله؟ أريد أسمعك. هذا رأيك، تريد هاي الحكومات تتعامل بأسلوب القمع ويا المتظاهرين؟ أريد مثل صدام، مثل الشهيد البطل، مثل الشهيد البطل صدام. هسه موضوع الشهيد البطل وهذا الكلام اللي انت تحاول تنسب لنا اياه زورا وبهتانا، هذا ما لنا يعني علاقه به. كذب كذب هذا كذب. تعال بدليل واحد ظهر على قناه الرافدين هذا الوصف لاي شخصيه حكمت العراق. تعال انا اتحداك. سواها بالشيعه. يلا 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 بس اسمعني، يلا وين دليلك؟ كافي يكفي هاي الاتهامات الباطلة
اللي تحاولون تشوهون بها صورة قناة الرافدين وتحاولون تثيرون هاي البلبلان. أشكرك يا أبو عبد الله من فرنسا. لا صدام حسين ولا غيره لم تمجد ولن تمجد قناة الرافدين أي شخصية إلا شخص وطني حكم العراق وقام بنهوض الدولة وبنائها على الشكل الصحيح وخدمة المجتمع أولا وأخيرا. ما مجدنا سابقا وما اعتبرنا أي أحد ولم نعطي هذه الصفة صفة الشهادة لأي شخص. واللي ماضي واللي كان ماضي خلاص ماضي وانتهى. احنا نحكي على اليوم. المفروض ذول اللي يحكمون يصيرون أحسن لو أسوأ. المفروض يكونون أفضل. هم يقولون النظام السابق نظام قمعي وأباد الناس وكذا. طيب أنتوا إيش قدمتوا؟ أنتوا إجيتوا للعراق سرقتوا دمرتوا الشعب. الآن الشباب مهجرين بلا وظائف مشردين ويعتدى عليهم بهذه الطريقة. عموما أبو عبد الله من فرنسا كلامه مردود عليه وهاي الاتهامات الباطلة لقناة الرافدين كما قلت أتحدى ويرجع للأرشيف وعند اليوتيوب إذا قدر يجيب دليل واحد أنه قناة الرافدين مجدت بما سبق هو يوقع حق علينا. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام. قبل الختام نذكر أن قناة الرافدين ستنتقل إن شاء الله إلى تردد جديد وهو 1.0727 أفقي على مدار القمر نايل سات. أكرر 1.0727 أفقي على مدار القمر نايل سات. بإمكانكم ويرجى من حضراتكم من الآن الانتقال إلى هذا التردد الجديد لمتابعتنا بكل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.